الوقت اللي داز نساو من تاريخ نادي مكناس. انا الجمهور مكناس راه ما كاينش في اخر، كنت الفرق الاخرى يكون لقاو يخلصوا الملايين باش يكون عندهم هذا الجمهور، لان ديالو تضحي مع القدم ديالو. لما كان نادي مكناس في القسم الوطني الاول، والحمد لله ولات انتعاشه ولات الفرجه ولات الامل الكبير للنادي المكناسي. الان في الفتره ديال نصف البطوله هو الان تيتصدر، وعنده بطولات الخريف، تتبقى 15 مقابله 8 هدف في الدار، ويجريهم احسن الظروف ونربحوا فيها 24 نقطه وتبقى سبعه على برا. هذا هو الطموح باش يمكننا نوصلوا للقسم الوطني الاول، لان الجمهور الان تتعيش واحد الفرح وواحد النشوه، وماشي غريب على انه الفرق في القسم الوطني الاول ما عندهاش هذا الجمهور المكناسي اللي كان اللي ديما كان حتى في السراء والدراء، وكان في الهوات، وكان تينتقل بكثافه وديما متواجد. الان الحمد لله خيوط الامل بدات تبان، نتمنى والله التوفيق في قادم الدورات، وشكرا على الاستضافه على قناه الدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.